واحدة بتقول انا نادرة من 28 سنة نادر عبارة عن خروف، ولم اوفي بهذا النادر الى الان، وقد ان الاوان لان اوفيه، ولكن اريد ان اضع ثمن الخروف 300 جنيه لماري جرجس بدلا من شراء الخروف، لان عملية شراءه وارساله متعبة. هو المتعب انك انت اتأخرت 28 سنة، ومين قال ان الخروف ثمنه 300؟ احنا مش هنفصل، لكن دلوقتي الخرفان زاد، ده فيه خرفان بألف جنيه، صحيح؟ خروف درجة أولى أو الكتاب بيقول في النادر انك انت خير لك انك لا تندر من انك تندر ولا تفي، فعدم الوفاء خطيه. تاني حاجه بيقول اذا نظرت نظرا لا تتاخر عن الوفاء به، يعني انت عليك خطيه التاخير بتاع 28 سنه دي، مش عارف ضميرك طول مدة 28 سنة كان ساكت ليه. كويس انه صحت، ما دام نادرت خروف تجيب خروف. مش لان ربنا بيحب الخرفان، لكن ربنا يحب ان الواحد يكون امين في الوعد اللي يوعد به ربنا. ما دام وعد ربنا بوعد ينفذه وما يتاخرش وما يغيروش. فانت الوضع السليم تجيب خروف لربنا، ولو خروف لسه مولود مفطوم جديد من امه، ولو مفطوم جديد يعني، لكن ما فيش تغيير النذر.